بص بص القمر. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. طيب ايه قصة محمد علي؟ وليه محمد علي دلوقتي بيطالب بالثورة على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وايه علاقة الأمير تميم بالقصة دي كلها؟ يعني هل محمد علي بياخد أوامره من الشيخ تميم ولا لا؟ ده سؤال مهم. من الإجابة آه، بس من غير ما محمد علي يكون عارف، لأن محمد علي مركوب دلوقتي زي ما أنا كنت مركوب في 2011. يعني ايه مركوب؟ انت بتعمل حاجة لأسباب معينة، يجي طرف تاني أكبر منك يلاحظ ان انت بتعملها، فيبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يتابعك ويبدأ يحاول يوجهك. على فكرة انا الحمد لله ما كنتش بتوجه، خد بالكو، انا اتركبت من الإعلام بس، وعشان كده رئيس الإعلام ده خطر ولازم نفكر ازاي نتعامل معاه. بس في نفس الوقت ما ينفعش نقفل على الإعلام يا رئيس، ما ينفعش، اللي حصل ده غلط. ولكن تعالوا نرجع لمحمد علي. ايه قصة محمد علي المركوب من الامير تميم؟ فهو من مراكيب تميم على فكرة، هو من المراكيب اللي مش واخدين بالهم. انس حسن مثلا لا، ده واخد باله ان الديوان الاميري بيحركه، بس هو مغرور ففاكر ان هو اللي بيحرك الديوان الاميري، زي الواد اللهبل محمد سلطان لما كان بيحكي لي ازاي هو بيقدر يحرك جون ماكين. فانا بقول له يا حبيبي يا شاطر بقى، مين جوما يعني جوما كين هيتحرك بيك انت؟ بقى جوما كين هيتحرك بيك انت؟ لا، جوما كين بيلعب معاك بيدلعك. فهو دلوقتي أمير قطر مستغل المشهد. ليه؟ هو عايز 25 يناير تبقى إيه؟ تبقى أزمة على مصر. ليه؟ هو هيموت ويوقع السيسي. ليه هيموت ويوقع السيسي؟ لأنه عنده خناقة شخصية دلوقتي، أخد على قفاه جامد. أخد على قفاه جامد.
بص بصوا كلهم ظهروا، الصراصير ظهروا كلهم فجأة. بص جون ماكين خسر ايه بس يا بابا؟ ده جون ماكين كان عضو في الكونجرس. يا جماعة اعملوا لي وش اغضبني على الصراصير اول ما يظهروا بس عشان المهم ان محمد علي مشكلته الحقيقية مع الجيش مش فلوس، هما عندهم ضغط مشاريع الجيش، ضغطوا عليه جامد. على فكرة القصة دي منه وخليه هو يطلع يكذبني، وانا كنت وعدته ما احكيهاش اي تفاصيل، ما اعرفش هو حكي لكم منها قد ايه وما حكي قد ايه، لان هو برضو راجل صريح على فكرة بيحاول يطلع، بس مخه بيودي في حتت غلط، وانا بحبه لسه بحبه. ابو هنادي، ابو رحيمه وهنادي ونور وفارس وسليم، حافظ اسماء اولاده الخمسه، فبحبه وبدعي له ربنا يهديه، بس بحب مصر اكتر منه بكتير. فهو دلوقتي بيستخدم من الامير تميم ومراكيب تميم زي انس حسن اللي قابع، هو وعمرو الازاز والناس دي اللي قابعين في الجزيره وساكتين دلوقتي زي الفيران. يا ابني بص بص، العيال الساذجه اللي هي اتركبت من مراكيب تميم هي بس اللي بتتكلم دلوقتي. يا ابني فين المعلمين بتوعكم؟ كلهم ساكتين. المهم هو ضغطوا عليه جامد في الشغل عشان المشاريع بتزيد، وهم كانوا عايزينه يكبر وهو ما بيعرفش، ما عرفش يكبر، الشركه بقت صعب عليه سوقها. اللي بيتكلم في الثوره اتحداه يحكي هو ازاي فشل في اداره الشركه بتاعته. الأطفال بص بص معلش أصل أنا يعني أنا معايا الباور، فأنا هو ده. بص ده واحد مش مدرك الحجم القوة وفرق، أنا واقف كده وأنا اللي بقول له، وهم أنتوا 2000 واحد بتسمعوا، إخواتي كلكم على فكرة وعلى راسي من فوق، إلا قلالات الأدب دول بالجزمة، إنما أي واحد قاعد بيسمع حتى لو معترض عليا، حتى لو شايفني غلط، لو بيسمع بأدب وبيحاول يسمع مني. فمحمد علي لما ضغطوا عليه في الشغل، بدأ يلخبط، وهو في نفس الوقت كان عنده آراء، واخد بالك؟ فبدأ مرة كانوا قاعدين كده بيتكلموا على العاصمة الإدارية مع ضباط، وأنا على فكرة أعرف المعلومات بس مش هقولها احتراما للقيادة في المجلس في الجيش. وراح هو ملخبط في الكلام وقال لهم إيه يا باشا، لا إحنا سيبك من موضوع العاصمة الإدارية ده، إحنا عايزين نعمل ديزني لاند هنا في اجتماع عن العاصمة الإدارية. فده كلام واحد لازم يعني ما كانش كلام صح، خد على دماغه بقى. الضابط ده على فكرة غلطان بقى، ليه؟ هزقه جامد، وهو اتهزق وبعدين سافر من التهزيق، وبعدين بطلوا يبعتوا له، وبعدين فلس قعد يقول لهم ما ابعتوا لي اي حاجه. فانا بقول لك يا سياده الرئيس، يا سياده الرئيس، الضباط اللي بيعملوا كده هم اكتر ضباط بيضروا البلد. لو حضرتك عايز توقف المشاكل دور على الضباط دول جوه اجهزه الامن وعاقبهم كلهم، عاقبهم يا ريس. وانا مش هقول اسماء علشان احتراما لان ده مش كده. وليه يتعاقب؟ لانه ما فهمش التقدير. الشخص ده ما ينفعش تكسر اخوك المصري، ما هو ده كان شغال مع الجيش الراجل ده. وبغض النظر بقى حرامي ولا مش حرامي، دي حاجه ترجعوا لها انتوا في القانون والورق، مش انا اللي بحاكم. بس ده راجل كان شغال مع الجيش كذا سنه، 15 سنه بينه وبين الجيش عيش وملح، وفجاه كده يتخبط وايه والخناقه تزيد كده؟ لا ده غلط، ده معناها ان في مشكله بيننا وبين بعض ومحتاجين اصلاح ذات البين. يقوم محمد علي لما يحصل كده يعمل المشكله بقى شخصيه، يقوم مطلع فيديو، الفيديو فايرال. فطبعا كل لما اول ما انت فيديو بتاعك سياسي فايرال، كل الناس اللي عايزه تشتري وتبيع في سوق السياسه بتجيلك. ايمن نور، عمرو دراج، يحيى حامد،
اي حد بقى الجوكر المصري مش عارف اي حد عايز يلعب يجي لك. ليه؟ الامير تميم اكيد. ليه؟ علشان اللعب في مصر مفيد. ليه اللعب في مصر مفيد؟ مصر الامير تميم زعلان ان مصر هي اللي سايقه الترابيزه بتاعت العالم العربي وهم يعني حتى بص القطريين ده لعبوا في دماغ العيال المصريه فهموهم ان مصر تابعه للامارات. يا ابني انت هبل، هل في دوله فيها 2 3 مليون تبقى بتقول لدوله فيها 100 مليون ان انتوا تابعين لينا؟ ليه؟ هو انت فاكر رؤساء الدول دول عبط زيك؟ انت فاكر رؤساء الدول عبط زيك؟ لا، ده رئيس دوله يعني بيبقى عارف حجمه. انت ما بتعرفش حجمك اصلا، انت وضع عبيط. الايجو بتاعك اتنفخ من ايه؟ من مراكيب تميم. قعدوا لك لا 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 وينفخوك فلوس ويقولوا لك ان انت جامد وانت اصلا ما بتعرفش، يعني انت اخرك ما بتعرفش، انت ما بتعرفش لا بتعرف تفهم ولا ده. يعني ما بتعرفش حتى تحط نفسك مكان الشخص صاحب المسؤوليه. استنى خلينا ننظف شويه. مجدي الجبالي، يا باشا يا باشا افهموا يا مدعين يا متخلفين عقليا، وانا بشتمك لان انت متجرئ على الفتوى في امر الدنيا وانت جاهل. انت ماشي ورا شويه جهله، هو اصلا ما يعرفش يدير شركه، ده هو فشل في اداره شركته. اطلع يا محمد يا علي قول لهم انت فاشل في اداره شركتك ولا لا، وانت ماشي وانت فاشل ولا لا. ده الكلام ده انت قلته لي بلسانك وانا تحلف بالله على المصحف يا اللي قلت لي انك انت مؤمن، عارف المباهله انك تقول لعنه الله عليك ليوم الدين لو كنت من الكاذبين، ويلا تعالى باهلني ان انت ما قلتليش ان انت ما بتعرفش تسوق شركتك، قاعد بتسوق الناس لمصايرها تدخلها السجون وانت قاعد في اسبانيا، وقلت لي قبل كده ان انت مش هتعملها، وقلت لي مش هتنزل الناس تاني والموضوع هيبقى مشروع وورق. فين الورق يا عم؟ وفين المشروع؟ وفين ان الشعب المصري وافق؟ ده انت نازل تهيج، انت عايز الدور في الفيلم. انت نازل تنيج الناس، تهيج الناس، عايز دور في الفيلم، عايز دور على الترابيزة، عايز الأمير تميم يهتم بيك ولا إيه؟ عايز إيه أنت؟ ما تحدد عايز إيه، مركوب من مراكيب تميم. يوسف نبيه بيقول لي أنت بقيت مع المخابرات، أنا أدعم مخابرات بلدي لكن أنا ما فيش أي تواصل بيني وبينه. هشام جاب الله بيقول لي طريقك اتظبط، ربنا يصلح الحال، بتفهم يا هشام ومحتاجك معايا على تويتر. سيبك من العيال التافهه اللي عماله تعمل دي، انا بدات اسلم العيال الاسلاميه دول للدول بتاعتهم، لان احنا لازم نعمل كده، لازم نفضحهم. افضحوهم، في انا عامل هاشتاج اسمه احذروهم، وعامل هاشتاج اسمه مراكيب تميم. خش اكتب اي، حط صورهم، حط، لازم نطلع اللي جوانا علشان العيال دي كلها تتعكش. دي شويه نصابين. انس حسن ده عايش لي عيشه الملوك في الدوحه وبيستعبط عليك وبيناضل من الدوحه، بيناضل من الدوحة، بيناضل من الدوحة وقاعد بيهيج الناس وبيدفع فلوس لده ولده ولده وما تعرفش بقى ايه. خد بالك اصل الايه، ما هو دي عيال متهكة في دماغها، عيال متهكة في ايه، في دماغها، عيال متهكة في دماغها. ها احمد سامي بيقول لي ايه الهدف من اللايف؟ الهدف من اللايف ان انا افهم محمد